وشكرا لحضوركم. يعني هذه المناسبة مناسبة مجيدة، يعني لا خير في شعب لا يتذكر شهداء وانتفاضاته. يعني كفاني العبالة الرفيق سالم في سرد يعني بعض المفاصل اللي ما بحتاج إلى علشان نختصر عليكم الوقت. ف يعني العمل النضالي هو عمل تراكمي. هيئة الاتحاد الوطني لما انضربت وأبعدوا هيئة الاتحاد الوطني إلى سانت هيلانا وبعضهم إلى بعض الدول، الحركة وئدت في البحرين، والخوف كان يعني سائد في هالمنطقة، وأعلنت حالة الطوارئ، ويعني الناس تخاف من الاعتقال ومن السجون. يعني شيء أول تجربة يخوضها شعب البحرين موحد هي حركة الهيئة. بانتهائها يعني الأحزاب وشعب البحرين بدأ يعمل سريا، وظهرت الأحزاب السرية. نوجد في البحرين جبهة التحرير، أول تنظيم سياسي، جبهة التحرير الوطني في البحرين البحرانية في البحرين، وتنظيم حزب البعث وحركة القوميين العرب. يعني بشكل عام كان الشارع في البحرين شارع ناصري مع الثورة المصرية، لأن الثورة المصرية خلقت يعني قفزة نوعية في الوعي القومي والتحرري، مو بس في الوطن العربي بل حتى في كل دول العالم الثالث. فكانت القاهرة مركز إلى حركات التحرر في العالم كله وخصوصا العالم الثالث. انعكس هذا كله على البحرين، فلذلك وجدنا انتفاضة 5 مارس. وأنا يعني أريد أن أكرر بناء على والوثائق البريطانية اللي تقول يعني في 5 مارس نزلوا 5 من الشباب على مدرسة الهداية الخليفية، وعددتهم بالأسماء. أنا الحين ما يحضرني لأن أنا كتبته في مقال في مجلة الديمقراطي، جريدة الديمقراطي، وبالأسماء نشرنا وبتفاصيلهم، بس الآن الذاكرة يعني ما تجمع الأسماء هذه. واتهمت حركة القوميين العرب أن هي وراء هذه الانتفاضة. ويوم 5 مارس انتشرت شعارات في المحرق على كل الجدران: 5 مارس ثورة شعب البحرين، ثورة 5 مارس انتفاضة شعب البحرين، وهكذا. فلذلك سجلت في تاريخ يعني حركة القوميين العرب ب 5 مارس، وصدرت جريدة الحركة، وبعدها الجبهة الشعبية باسم 5 مارس، دليل أنه اعتمادا على التحرك وعلى الوثائق البريطانية. طبعا حركة القوميين العرب يعني زجت بكل عناصرها القيادية سواء في الخارج أو بالداخل لإنجاح هذه الانتفاضة، وجو مجاميع من الطلبة من القاهرة ومن الكويت لقيادة الانتفاضة وتخبوا في بيوت المحرق. ويعني من عايش الانتفاضة يعرف أنه في بيوت احتضنت هؤلاء القيادة، وظلت يعني المحرق تحرس هذه البيوت، أبناء المحرق تحرس هذه البيوت في الليل، وكانوا يعملون أشراك مفخخة للشرطة لأن لا تقتحم الأحياء اللي فيها القيادات. المهم يعني سبب الانتفاضة هو الأساسي هو تسريح شركة بابكو إلى أول دفعة 800 عامل. 800 عامل معناته 800 عائلة تكون بدون يعني لا معاش لا غذاء لا كذا، وما كان في أعمال في البحرين غير يعني يا البحر يا بابكو. وبابكو يعني لما جت قضت على يعني الغوص واللؤلؤ، الناس كلها توجهت إلى عمل بابكو، فأحدثت يعني اكتشاف النفط أحدث طفرة في المجتمع البحريني، وقفتها التسريحات اللي جرت، لأن كانت شركة بابكو تريد أن يعني تدخل بعض التكنولوجيا الحديثة على نمط عملها، فبالتالي أرادت أن تستغني عن هالمجاميع. كان المقرر أن يسرح 1500 عامل
لما سرحت 800 عامل بدأت الانتفاضة وبدأ التدمر، بدأت الشرارة الأولى من المحرق. ويعني المحرق معروفة بشجاعة أهلها وتوحدهم وتقدمهم الصفوف في النضال، وكانت تسمى في الخليج بورسعيد الخليج، يعني اللفظ اللي كان أو الاسم اللي كانت تسمى بالمحرق هي بورسعيد الخليج. المهم الانتفاضة بدأت من المحرق وانتشرت في كل قرى البحرين، وبالذات يعني في سترة، في نويدرات، في الإدراز، في الرفاع، حتى في الرفاع سقط أحد الشهداء، وفي الديه وبعض القرى يعني الأساسية اللي كانت تخرج فيها. أساس الحركة هم العمال والطلاب، وحتى يعني كانت الشعارات اللي تنطرح يعني يا عمال الحركة البحرين في معركة والشركة مرتبكة، ويا عمال يا عاملة نبغي حقوقنا كاملة. هذه يعني من أول الشعارات اللي يعني نزلت بالشعارات العمالية، ويعني الانتفاضة وجهت مباشرة بالرصاص، وسقطوا مجموعة من الشهداء. أول الشهداء سقطوا في المحرق، وتلاها سقطوا شهداء في نويدرات، وسقط الشهيد في المنامة فيصل القصاب، وسقط شهيد في قرية الديه، وسقط شهيد يقال إنه عماني لأن ما عرفنا اسمه وما طلع حتى اسمه في بس المذكرات البريطانية كاتبة عنه إنه يعني سقط واحد من القتلى، طبعا ما يسمونهم شهداء، القتلى في الرفاع. المهم كانت هذه الانتفاضة يعني متجاوزة لكل الطوائف، شعاراتها قومية، شعاراتها إنسانية، شعاراتها وطنية. فلذلك يعني لمت كل القوى الوطنية ووحدت كل القوى الوطنية. صحيح يعني ما كانت، كان في فوارق في بعض التنظيمات، كانت عندها سلاح، والتنظيم الأساسي للحركة ما كان عنده سلاح، فيعني كانوا في المسيرات يخرجون ببعض القنابل اليدوية وبعض المسدسات. والمهم وبدأ عملية إطلاق الرصاص وسقوط الشهداء، فبالتالي يعني الحركة فكرت أنه يعني يجب أن نرد على الرصاص بالرصاص. وحتى طلعت شعارات، يعني يعني تسمحوا لي بس أقرأ عليكم بعض الشعارات اللي كانت تنادي بها المحرق وتستنهض باقي القرى. مثلا يا أخويا يا ستراوي خلي رصاصك داوي، فكلمة الرصاص كانت يعني مستعملة، والله الله ينفرج المصايب، أضرب رصاص خلي رصاصك صايب، وإن جاك الموت خل افتح له صديرك، خله يكون من جملة المصايب. فيعني العنف يقابل العنف. ويعني من الذاكرة كلفت واحدة من رفيقاتكم، هذا الدور النسائي في حركة في انتفاضة مارس، اللي هي زهرة السماهيجي زوجة المناضل عبد العزيز الخواجة، تطوعت لأن تجلب السلاح من الكويت، وذهبت وهربت حقيبة مليئة بالقنابل المسيلة للدموع، قنابل اليدوية والمسدسات، وقاموا مجموعة من الخلايا الموجودة، خلايا الحركة، بحرق سيارات شركة بابكو عن بكرة أبيهم في منطقة القفول، يسمونهم كانوا سالم الخطر، وحرقوا عن بكرة أبيهم، واحتلوا المكان وأسروا الناطور المسلح بالمسدس، وكانت عندهم القنابل اليدوية، وحرقت مقر أو مخازن بي بي شركة النفط البريطانية اللي كانت على ساحل الجبلة عند السنابس، وفجرت وسمعت سلندرات الغاز تتطاير واهتزت البحرين كلها، وكنا احنا في المحرق ونسمع أصوات الانفجارات.
وحرقت مجموعة من زوارق خفر السواحل، وطلع شعار أنه صارت مواجهات قوية في سترة، وطلع شعار في المحرق، يعني دائما تتجاوب المحرق مع كل الأحداث اللي تصير في القرى. وطلعت إشاعة أنه قتل ضابط وعلق وحرق جيب، فطلع شعار في سترة يا ناس صارت معجزة، علقوا ضابط والجيب اختفى. فهذه يعني من ضمن الشعارات والمواجهات اللي كانت الموجودة. في شعار يعني هذا عم كل قرى البحرين وكل مدنها، اللي هو شعار قلت لك يا شيخ احسب للشعب، والشعب جبار ثوري الطلب، لكن المسؤول عمره ما حسب، خلى الاستعمار يضرب في الشعب، يركب الكدلك ويذهب للرفاع. احنا نقول يذهب للرفاع، هل المحرق يقولون يولي الرفاع، واكثرهم جياع، يركب الكدلك ويذهب للرفاع والشعب عريان واكثرهم جياع، لكن هالمرة ما فيها خداع، اما حقوقنا او حكم انقلب. يلعب بالديباج ويلبس الحرير، يلبس الديباج ويلعب بالحرير، وان تريد الصج هذا ما يصير، يعطي التاجر ويخلي الفقير، وان تريد الصدق هذا ما يصير، لكن المسؤول عمره ما حسب، خلى الاستعمار يضرب في الشعب. يركبون الجو ويقصفوا الشباب، والشعب ثاير اعزل بالثياب، لكن الثاير عمره ما يهاب، والامل معقود في عزم الشباب. طبعا وجهنا في مسيرات المحرق بنوع جديد من قنابل المسيلة للدموع، كانت تقذفها طائرات الهليكوبتر، وهذه عمت يعني قتلت كل الطيور والدجاج والحيوانات اللي عند أهالي المحرق اللي يربونها، وخصوصا فوق السطوح. فكانت يعني هذه قنابل مسيلة للدموع لأول مرة نواجهها. من ضمن الذكريات يعني جت قنبلة مسيلة للدموع جنبي وصادني اختناق، و لا انا يعني عم بالي كاتب لي. المهم هي احد الشعارات اللي ما يعني موجوده، بعد شعارات واجد في الذاكره بعد موجود. المهم فالقنبله كانت شديده وتؤثر على كل المسيرين بالقي والاغماء، فصابني قي واغمي علي، ما دريت انا في وين. انا كنت اشتغل في مستشفى السلمانيه، يعني من أبعد الوالد اشتغلت في المستشفى وكملت المدرسة دراستي وأنا أشتغل آخر الليل. المهم فكنت أريد أرجع يعني إلى العمل، وعقب ما تخلص المسيرة المغرب أرجع البيت وأغير هدوم وأرجع وأروح الشغل. المهم ما حسيت إلا وأنا في بيت، من هو هذول؟ ساعة كم؟ قالوا لي الساعة 7. قلت لهم أنا لازم أرجع أروح يعني الخدمة، لأن العامل الموجود الموظف هناك في البدالة يعني عليه أن يبدل ويروح إلى أهله، وهو من الحد وعليه أن يقطع هالمسافة كلها. قالوا لي لا ما تروح، أنت الحين في بيتك. وكانت الأم وأولادها والأب كانوا واقفين جنب السرير، ما يعني ما أعرفهم وين أنا. قالوا لي أنت في بيتك لا تخاف، أقعد باكر الصبح نطلع. قلت لهم لا ما يصير، لازم أروح. المهم بدلوا ثيابي من القي والش اسمه هذا، وعطوني ثوب وغترة، وقالوا لي إذا نركب في السيارة ونوصلك إلى السلمانية. ركبوا الزوجة قدام وأنا والأولاد وراء ثلاثة، والسائق هو صاحب البيت، وصلني إلى السلمانية عند عبور الجسر. كانت الشرطة في نقطة تفتيش، فسألوا وين رايح؟ قال والله رايح مستشفى السلمانية، أودي زوجتي توضع وأدلين أولادي علشان يشيلونها لأن ما تقدر تمشي. ما أدري شلون انطلت عليهم ومشينا وصلنا. طبعا أنا بعد هذا الحدث اعتقلت وأبعت من البحرين، وكنت أسأل من هم هذول، لأن ما كنت أعرف هذا البيت ولا أعرف الشتمة ولا أحد، لأن لما يضربون المسيرة الناس تتفرق. فالمهم ما عرفت، إلى الآن ما أعرف هذا البيت وكرم هذا البيت، واللي فتحت المحرق كل أبوابها وكل وقلوبها إلى كل اللي يجون من القرى والمدن البحرين.
هذه يعني شو اسمه حادثة. وبعدين يعني من ضمن الشعارات اللي كانت تكرر اللي هي بكرة النار النار، بكرة بكرة النار النار، نمحو الاستعمار بكرة نمحي الاستعمار، اهتكونا في المدارس واعتقلوا الطالب والدارس، وينك يا شعبي يا فارس مزيح الأندال، في الضيق ننخي بخالد اللي لنا هو يجاهد، حرر بلادين واجد بهمة الجبار. وبعدين في شعارات يعني لما زادت القنابل على الناس المسيلة للدموع، طلع شعار القنابل المسيلة لعبة وبها لعبة تيلة، يعني مثل ما الآن يسوون في القرى ويحاصرون القرى وتغمرها الغازات القنابل المسيلة للدموع عفوا، كانت تجري في انتفاضة مارس كل الأحياء في المحرق، والقرى كانت يعني تطوق وتغمر بالقنابل المسيلة للدموع، فطلع هذا الشعار القنابل المسيلة لعبة وبها لعبة تيلة. وفي شعار عن لما سقطوا الشهداء لهو قسما بدمك يا شهيد عن النضال لن نحيد، قسما بدمك يا مظلوم نحن على الدرب ماضون، لن ننهي ثورتنا حتى نراكم بيننا يا عمال يا أحرار، لن ننهي الإضراب حتى تفك الرقاب، لن ننهي ثورتنا حتى نراكم بيننا. هذه يعني من ضمن الشعارات اللي يعني كانت تكرر وكانت موحدة تقريبا في البحرين كلها. طبعا دور المرأة كان مميز بالذات في المحرق، لأن كانت المحرق لما تطلع المظاهرات كانت في مجاميع، والنساء كان إليهم دور مميز وبالذات الطالبات. وأنا يحضرني يعني في طالبة كانت شديدة الحفظ على الشعارات اللي كنا نسويها يوميا، كنا ننزل شعارات يوميا، وهذه تحفظ الشعارات و ترددها وتقود مسيرة الطالبات، تلبس الأزرق وفي شعرها اللي هي شو يسمونها الريشة الحمراء. أنا واجد أعجبت بها وأعجبت بهمتها وشجاعتها وتقدمها للصفوف، ويعني تمنيت أن تكون هاي شريكة حياتي. طبعا عقبها اعتقلت وأبعدت، لا أعرفها من هي ولا هي تعرفني، ولا وبقت في الذاكرة و يعني أي أسئلة أي شو اسمه شيء عندكم يعني ممكن أن احنا نضيف على. يعطيك العافية أخوي إبراهيم. بس بعد من بعض الشعارات اللي نتذكرها يا كانوا للذيع للذيع، هذه كان المذيع إبراهيم كانوا الله يرحمه، لأن دائما كل يوم يسمعون تهديد بصوت الجهوري يخرع الناس، فطلعوا بذي الشيء يا كانوا للذيع للذيع في بيت هنا أنا ناسية، أنت لازم بتنصاد في داعوسة وفي إرقاد، هذه سمعناها شيء. وسمعنا اسمع يا أخوي ويا يبا عبد السلام واللي خطبها، هذه على أساس أنها كانت حركة القومية عبد السلام عارف رئيس جمهورية العراق. عبد السلام واللي خطبه عبد السلام. لا 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 بس لحظة. ترضون بأخوكم مظلوم، طبعا الكل يصارخ لا 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 لا، ترضون بأخوكم مسجون نفس الشيء، يقول أخويا في المحرق تعال نحفر خندق ونقاوم هالرجعية ونعلنها جمهوري. طبعا تي أخويا يا منامي إلى آخره، فإذا حتى شعار الجمهورية من ذاك الوقت كان موجود. فعموما عندك أي ولا نترك السؤال وتالي؟ هذا يعني الشعار بس يعني طبعا حوصرت الحركة بشكل مطلق، يعني جهاز الأمن استنفر والجيش البريطاني استنفر وأعلنت حالة الطوارئ والسفر، ويعني أنا تحدث يعني فاتني أن أذكر إليكم حادثة لما انطلعت الجموع العمال والطلبة من المدرسة الثانوية ومروا المدرسة الثانوية للبنات وتوجهت المسيرة وصلت إلى المنامة
عند إشارة رقم 5 قرب المستشفى الأمريكي، قرب المستشفى الأمريكي أيوة، أطلق الرصاص وأطلق الشوزن على الجموع، وسقطوا مجموعة كبيرة من الجرحى، نقل كلهم إلى المستشفى الأمريكي، وبعضهم فروا إلى مقبرة المنامة، مقبرة الحورة. وفي دكتورين تطوعوا لعلاج وإخراج الرصاص من أجساد المتظاهرين اللي هما رحمة الله عليهم اثنينهم، الدكتور راشد فليفل والدكتور آدم جراح. هذول الاثنين يعني كانوا موجودين في المغيسل مقبرة الحورة، وكانوا يجرون عمليات الجراحية البسيطة مع كل واحد عند حقيبته. المستشفى الأمريكي عندما غص بالجرحى وغص بالهذا، أرادوا الشرطة أن يقتحمون المستشفى لاعتقال الجرحى. خرج إليهم مدير المستشفى، لا أتذكر اسمه، أمريكي، وخاطبهم باللغة العربية، قال لهم كلكم شرطة البحرين تطلعون، وإلا سأنادي لكم الجيش الأمريكي لحماية المستشفى. مباشرة خرجوا كلهم، انسحبوا من الجسم هذا، وعالجوا كل الجرحى، ولم يعتقل ولا معتقل واحد في سجن في مستشفى الأمريكي. نرجع إلى هذه اللي هي قضية اسمع يا أخويا ويا يوبا عبد السلام والخطبة. هذه يعني عبد السلام عارف كان هو رئيس الجمهورية في العراق، وألقى خطاب مؤيد إلى البحرين وانتفاضة البحرين. وإذاعة بغداد كانت يعني يصير عليها بعض التندر، لأن تقول خرجت الجماهير من قرية الجفير وحاصرتها القوات البريطانية، إيه، فيعني ما كانوا يعرفون اللفظ يعني بين الجفير والجفير. المهم كانت الوصل هو الرسائل التي تخرج من سجن البحرين. وبعدين يعني في أسئلتكم ولا هذا سأتطرق إلى السجن وأجواء السجن علشان ما كنت أريد أطول عطل. تخرج إلى الكويت، والكويت كانت هي المصدر الإعلامي إلى كل الكثمة. وزارتنا في السجن لجنة صليب الأحمر بواسطة رفاقنا في الكويت الموجودين في الكويت.